قلت لكم اليوم غادي نتكلموا على تساقط الشعر، موضوع اللي يوميا كنتوصلوا فيه باسئله. شعري كيطيح لي، كيطيح لي بكثره، كيطيح لي بشويه، الشعر ديال الطفل ديالي ديال بنتي كيطيح، شنو الحل؟ شنو خاصني ندير؟ هذا ولا فعلا موضوع الساعه، وماشي هاد من مده وفي كل الفصول، ولكن حنا اليوم غنهضروا اكثر على تساقط الشعر الموسمي او لا شوت دو شوفو سيزونيير، اللي هي كتكثر خلال فصل الخريف. وطبعا الخريف دابا دخل، كذلك نلاحظوها في الربيع. شنو هي الاعراض؟ فوقاش خصك لاله تخلعي من انه طريقه باش كيطيح الشعر راها كتولي منبه خطر، يعني كاين شي مشكل. فوقاش ايضا نعرفوا انه هاد الشعر اللي كيطيح راه عادي، ماشي شي حاجه اللي غادي تخلعنا. شنو هو التشخيص اليوم باخر التكنولوجيات؟ لانه هناك ابحاث، هناك معاهد اللي ولات متخصصه في علاج مشاكل الشعر بشكل عام، واليوم غادي نتكلموا على هذا المشكل بالخصوص. غادي نعرفوا ايضا شنو هي الاسباب وشنو هي الحلول، واش كاين فعلا شي علاج، علاج من قلب الطبيعه؟ كيف كيفيدنا دائما دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب، والحلول من خلال الابحاث العلميه والطبيه ومعهد متخصص في المغرب اللي فتح الابواب ديالو بمدينه الدار البيضاء، واللي كتحضر معنا منه ونيابه عن الفريق اللي كيعمل به السيده سميه الحريشي، اللي هي تيرابوت كابيلير. تيرابوت كابيلير هذه سجلوا عندكم مزيان، من الاختصاصات الجديدة في المغرب، ولكن في أنحاء أخرى من العالم، في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، الناس مشاو بعيد في هذا المجال. تيرابوت كابيلير سمية الحريشي معنيتها مختصة في علاج الشعر ومشاكل الشعر. بداية مرحبا بك معنا على راديو أصوات في برنامج حديث ومغزل. شكرا سناء، لاباس عليك؟ الحمد لله كل شيء لاباس الحمد لله. هذا الاختصاص جديد عندنا في المغرب. في المغرب هذا الاختصاص حنا دخلناه، يعني هذا الكونسيبت هذه 5 سنين هو في المغرب، لكن الاصل ديال لا كلينيك دو شوفو هذه 40 عام فاش كاين، يعني خبره طويله، ولكن في المغرب كتبقى خبره اللي نسبيا جديده. تمام. ملي كنتكلموا على مشكل تساقط الشعر، بعض المرات انا والدكتور عماد ملي كنبقاو نهضروا كيجيب لنا الله على انه ما كيوصلونا غير هذه الاسئله. انت اليوم كتخدمي في الواقع مع ناس اللي كيجيو لعندكم، واش فعلا مشكل شائع منتشر؟ واش بصح الناس بزاف فعلاً اللي كيطيح لهم شعرهم؟ فعلا فعلا مشكل كبير كبير كبير، ويعانيوا به الاطفال والرجال والنساء خصوصا. واش كاين سن معين؟ انا استعجبت النهار الاول اللي فتحنا لا كلينيك دو شوفو، كنت تنتسنى غادي يجيو عندي الناس من 40 الفوق، يعني الناس اللي بداو مع الهرمونات تيهبطوا بالنسبه للعيالات، يعني تيبداو مشاكل جداد. لكن تفاجأت بزاف، اغلبيه 80% الناس اللي كيجيو عندي من 30 عام لتحت، يعني شباب. شباب شباب الشباب. شباب لان كاين التساقط الموسمي، هذاك ما فيه مشكل. لكن كاين التساقط اللي تيدوم العام السنه كل على طول العام، ومع الاسف الاسباب كثيره. كاين تلوث، يعني حنا عايشين في واحد المناخ اللي ما كيسمح لناش تكون عندنا الشعر مزيان وحتى الصحه مزيانه، يعني مدورين بالمواد الكيماويه، زيد عليها المواد الكيماويه اللي النساء كيديروا فوق شعرهم، التغذيه، اضطرابات هرمونيه، البنج، لو ستريس، يعني العصب تيؤدي بزاف بزاف، حنا عارفينو على الصحه. وبالنسبه لي انا الشعر هو بحال طابلو دبور ديال الطوموبيل، يعني كيبين جميع المشاكل. يعني الناس لهذا مع الاسف عن الصغار اللي كيجيو عندي عندهم التغذيه ما مزياناش وعندهم بزاف ديال الستريس. ملي كنهضروا على الشباب اللي عندهم توتر نفسي ولا عصبي ولا ضغوطات، شنو نوعيه هاد الضغوطات؟ يعني بغينا نفهموا باش نوعاو حتى حنا، ربما راه كنهضروا والناس راه كيتصنتوا لينا وحتى هما عايشين داك الستريس. شنو هو الستريس اللي ممكن غدا يخليهم يفقدوا الشعر ديالهم؟ يعني الناس دابا الصغار ولاو مخلوعين بزاف على لافنيغ ديالهم، على المستقبل، على المستقبل ديالهم. في الخدمه الناس تيستريسيو بزاف، وتيجعلهم ما تيديوهاش في الصحه ديالهم، يعني
ملي تيخرجوا تياكلوا اللي كان، ماشي تي عندهم تيتجهوا للتغذيه اللي هي مفيده لهم، يعني بحال ما كيديوهاش في راسهم وما بقاوش يديروا الرياضه بزاف، ما بقاوش يعرفوا شنو هو سيتيري هدنوا اعصابهم، يعني عايشين في واحد الجو دوامه توربيون، كتخلو ما كتخرجوش منه توربيون. مع الاسف تنشوفهم غير الشعر عندهم بزاف الامراض اللي ديما ظهروا كيحرقوا، اللي عندهم يعني كيعانيوا بشي اسمح لي تيعانيوا بشي مشاكل اللي حنا والدينا ما كانوش يعرفوهم، وحتى بالنسبه لينا حنا لان ما عندناش 20 عام بالنسبه لينا حنا ما بيناش اكثر باقي شباب واخا بنتي عندها 20 عام فعلا يعني امراض اللي غريبه المفروض ما كتجيش في هذا السن. تماما اذا اول حاجه كيعاني بها وهو الشعر، لانك هو تيتاثر باي حاجه حنا في انين واحد الشعر شي حاجه صحيحه، وليني اون ميم طون فيه شي حاجه تري سنسيبل فوالا، يعني اي حاجه كتاثر على الشعر. حتى الواحد الا دار البنج مطول راه 3 شهور من بعد تيشوف عنده تساقط ديال الشعر. شي واحد الله يحفظ اللي جا ان شوك شي فقصه كبيره 3 شهور من بعد تلاحظ بان كاين تاثير على الشعر. وعلاش تنقول تنأكد بان 3 شهور؟ لان داك ملي كيوقع لنا شي مشكل يعني مواد كيماويه او اي حاجه نفسيه البصيلات ملي كيموتوا كيبقاو لاصقين 3 شهور، يعني بعد 3 شهور عاد تيبداو يطلعوا شويه بشويه عاد تتبان التساقط. انا تنبه ديما النساء اللي تيجوا عندي وكيديروا بزاف ديال المواد الكيماويه تتقول لي انا درت هذا الترطيب ولاني عجبني بزاف ومن 3 شهور، تنقول لها 3 شهور من بعد بدا يطيح لك الشعر، تتقول لي فعلا، تقول لها هذيك 3 شهور بحال تزين لكن من بعد البصيلات تيبقاو مخنوقين، الشعر ما كيتنفش وكيجعل باش يكون تساقط. دونك اللي بغيت انا نقول وهو كاين تساقط الموسمي لكن ملي تيكون التساقط على طول العام وكيتزيد زاد عليه التساقط الموسمي تيكونوا العواقب صعب. يعني عام على عام تنهضر اكثر يعني النساء تيشوفوا الكثافه ديال الشعر ديالهم غاديه وتتقلال وما كيفهموش علاش، لان ما عمر داك الزغبه ما شدات صحتها. متى تكون الزغبه صحيحه واخا كيجي التساقط الموسمي 6-7 الاسابيع عادي، ولكن العدد ديال الشعر اللي طاح في التساقط الموسمي نفس العدد تعاود يكبر. الا كانوا البصيلات ماشي صحاح الا طاحوا 100 غادي يكبروا غير 50 مثلا. يعني ما غاديش السيده ترجع ما غاديش تخلف شعرها، ما غاديش تخلف شعرها كامل. داكشي علاش انا ديما كنقول ولا بدا خص الوقايه والعنايه، يعني الواحد خصو على طول العام يعطي فيتامينات للشعر ديالو. حنا عندنا مواد بيولوجيه فيهم جميع المواد اللي هما تهمو الشعر. انا كنخدموا الاكثريه على البصيلات لان هما الاصل. هي التربه فعلا، هي التربه اللي فيها مزروع الشعر كيف كيسميها دكتور عماد، حتى هو كيشتغل معنا دابا هذه سنين في برنامج حديث ومغزل. يعني وهذا من المواضيع اللي ديما عندنا اسئله، ديما عندنا طلب، ودائما انا كنت كنطرح على راسي السؤال واش لهالدرجه الناس ولا عندهم مشكل مع الشعر ديالهم. هضرات لا سميه الحريشي على المحيط اللي احنا عايشين فيه، التلوث، على سوء التغذيه، وبصح ولينا يمكن عايشين ومفرطين في صحتنا بشكل عام. هضرات ايضا على المواد اللي كيستعملوا السيدات واخطر هذه المواد. دكتور عماد، انت دكتور الصيدله، انت ايضا ابن المختبرات ولي لابوغاتوار، شنو الخطوره اليوم في هذه المواد اللي كنسمعوها؟ وانا غنبغي قبل ما نرجع لك نعاود نسولك سميه الحريشي، مرحبا، شنو هما هاد لي سوان ولا المواد اللي كتستعملهم مرا اللي 3 شهور من بعد غيطيح لها شعرها؟ اي ماده كيماويه مجهده بحال الفورمول، بحال الامونياك، هادو كلهم يعني بالنسبه لي سم البصيلات. هادو المواد، ولكن هاد المواد فين كيكونوا؟ يعني انا غنمشي لواحد المحل كنقول لهم بغيت نعتني بشعري، شنو كيقترحوا عليا؟ لا كيغاتين؟ تماما. شنو كاين الخطر الاخر؟ كاين كيغاتين، كاين الصباغ اللي فيها الامونياك بزاف وفيها البارابان. كاين بحال دابا كاين الناس اللي عندهم جلده ديال الشعر ديالهم دهنيه
تيزيدوا فوق منها زيوت ماشي زيوت اساسيه, زيوت فيجيتال. يعني بلا ما يعرفوا, لان تكون مرات تكون عندها الشعر التحت ديالها جاف وليني جدر وليني الجلده ديال شعرها. تسمعي شنو كدير, كتزيد زيت على زيت. شنو كيوقع؟ داك الزيت كتدخل لداخل ديال البصيله وكدير عليها بحال تتخنقها. يعني هذاك عامل من العوامل اللي كيزيد في التساقط ديال الشعر. وحنا ملي كيجيو عندنا, لان اول حاجه باش كنبداو هو فحص. عندنا اله فحص كنفحصوا بها تسمى دياغنوستيك كابيلير, كنشخيص. كديروا تشخيص؟ تشخيص الحاله. يعني كنشوفوا اولا طبيعه ديال الجلد بالكاميرا, ومن بعد كنحيد انا بصيلات وكنديرهم في الميكروسكوب. وشحال من واحد تيتفاجئ ملي تيلقى عنده دسم داخل, سكون ابل اون سيبوغي انترن. اذا واخا يدير جميع المواد ما كيوصل له والو. دونك حنا شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه كنحرو, كتفوهو, كتنفسو, كنحرو داك البصيلات من الدسم. وغير بعد كثره الدسم راه كتعطي بزاف ديال التساقط ديال المشاكل. والدهنيات فيهم حتى هو عالم غادي ما غاديش نواجههم. اكيد اليوم. اكيد اليوم كنتكلموا على التشخيص, شنو اللي كيسبب التساقط الشعر, شنو اللي كيخلي على انه الشعر كيطيح عندك ولا عند الزوج ديالك ولا عند ولدك ولا عند بنتك. هادشي كله غنتكلموا عليه. وإلا عندكم سؤال للخبراء ديالنا مرحبا بكم على رقمنا الهاتفي المباشر 05 22 77 24 24. وانا اليوم ماذا بيا نعرفوا حتى في الحياه اليوميه ديالنا شنو هي بعض العادات اللي خدينا بلا ما نوعاو انها مضره بالصحة بالشعر بالجمال للمرأة, وخصنا صافي نوعو بها ونقولو ستوب باركة أنا ما بقيتش غندير هاد الشي. باش نتهلا باش من هنا 10 سنين فين غنشوف راسي؟ من نشوف راسي في المراية ميمكنش نلقى راسي قراعيت. بغيت نكون زوينة ولكن ماشي على حساب الصحة ديالي والشعر ديالي. اليوم بغينا نفهمو ونوعو مع بعضنا شنو هي أهم أيضا العادات الوقائية, لأن الوقاية كتبقى دائما خير من العلاج. وفي حالة ما إذا كان خاص العلاج أشنو هو العلاج المتوفر, شنو هي آخر التقنيات اللي غادي نقترحو عليكم اليوم نتابعو من بعد الفاصل. دائما في حديث ومغزل, وغادي نرجع لك دكتور عماد باش نهضرو على خطورة المواد. تكلمنا على الفورمول وغيرها, هذه كتبقى أسماء ربما تقنية علمية, ولكن بغينا نزيدو نقربوها من السيدة فين كاينة وكيفاش كتأثر عليها. وإلا عندكم سؤال رقمنا مفتوح لكم, وأيضا على الصفحة ديال الفيسبوك سناء الزعيم أصوات. على الخط غادي ناخذوهم ونجاوبوا عليهم. دكتور عماد, ملي كنتكلموا على كل ما انتشر, لانه بشحال هذه كانت المراه كدير الغسول الى دارت الحنه, هادشي اللي كنعقل انا عليه. وكنا كنديروا مره مره زيت بلديه, وكتكون حتى زيت البلديه كتكون الجوده ديالها مزيانه. هادشي كانت البنت الا بغات تجتهد كدير الباتشا. جيل ديال النساء اللي كان كيدير الباتشا باش كتصبح الشعر ديالها مقاد ورطب. صافي هادشي اللي كان يعني فرمشه العين دخلوا بزاف ديال المنتوجات. ولينا كنشوفوا شابات صغارات بنات 12, مرات سمعنا بنت 6 سنين بنت 8 سنين كدير الترطيبه للشعر ديالها. ها الترطيبه, ها الكيغاتين, ها الليساج بريزيليان, ها الليساج جابوني, ها انا زعما اليوم كبيره وكنضغ. اليوم بغينا نعرفوا هاد المواد شنو الخطوره ديالها دكتور عماد. اكيد فبدا اول حاجه غنمشيو ليها هي هضرنا على حساسيه الشعر, ان الشعر ايبر سونسيبل وجد حساس. الا هضرنا على حساسيه الشعر, اذا الفروه ديال الراس يعني التربه فين كاين بتات الشعر كتكون فيها الحساسيه مفرطه او كتكون حساسه لاي حاجه. اذا هنا ملي كيكون هذا التوتر او كتكون الانسان كيوقع له مثلا شي مشكل, شنو كيوقع؟ المسام كيتسدوا ولا كيتحلوا. اما هنا كيبين لنا بان المسام كذلك حساسه في الامتصاص, اذا الامتصاص ديال المواد. اذا مباشره حنا ملي كنستعملوا ترطيبه الصباغه او اي ماده كيميائيه للشعر ديالنا, شنو كيوقع؟ هذه المواد كتكون سريعه الامتصاص. خصنا نعرفوا بان الفروه ديال الراس اي حاجه كتدخل ليها كتمشي مباشره للدوره الدمويه. فاش كتبدا لينا بالدوره الدمويه ديال الراس وعاد كتمشي لنا الجسم كامل. ولا هضرنا الدوره الدمويه ديال الراس, فالراس الا تخليه مثلا نهضروا على ماده الفورمول مثلا اللي ذكرات الخبيره ديالنا, ان هذه الماده هذه خصنا نعرفوا بان من المواد اللي تحيدات من منظمه الصحه العالميه. هذا الفورمول شنو كيدير؟ ان السيده تكون غير حامل وتشمه كيمكن تعطينا تشوهات في الجنين, ان الجنين يقدر يخرج مثلا بثلاثه ديال اليدين ولا يتغير في التركيبه ديالو. وهنايا بغيت نشير دكتور عماد, قلتي الا شماتو كنعرفوا على انه اليوم الكثير من البنات ومن الدراري يعني من الشباب اللي خدامين في صالونات الحلاقه, وكتدخل الصالون
انا والله العظيم اليوم وصلت كنرفض نجلس في شي صالون الا شميت فيه حقيقه الريحه ديال شي منتوج من هادوك يدار. نعم. كنقول لهم انا سمحوا لي الا بغيتوا ديروا هادشي دخلوا لشي بلاصه اخرى ما تفرضوش علينا نشموا داك الرائحه لانه فهمت الخطوره ديالها. ولكن ناكد لك لانه كنعرف الكثير من لي زيستيتيسيان مثلا ولا لي كوافوز اللي كيكونوا حبلات وكيتوقف الحمل ديالهم وكيقلبوا ما كيلقاوش ما كيعرفوش شنو السبب. فهاد المواد خطيره خطيره جدا اختي سناء. ولكن مازال كاينه مازال الناس خدامين بها اكيد لانه ومازال الكليان كيديرها ومازال كاين السر يعني الخفاء يعني كاين امراض سرطان كاين اصابات بالسرطان على مستوى ديال الصالونات اللي كتكون كاصابات اللي كتبان في السر اللي ما اللي حتى شي واحد ما كي او كتبان مع السر مع السن وما حتى شي واحد ما كيحبس هاد الامور لان وهضرنا عليها بزاف. ولكن دابا حيت الناس غيسمعونا حنا في الاذاعه في راديو اصوات كنقولوا هادشي كيقولوا هاد الناس راهم قلبهم علينا وضمير ولكن في الواقع ما كاين والو. شكون اللي مسؤول؟ شكون اللي مسؤول على المراقبه؟ شكون اللي مسؤول مواد منعتها؟ أكيد. منظمات عالميه راه حنا تنحترموا الخبرات ديال الاخرين. أكيد. وفي المغرب كنلقاوها مازال كاينه. هو شكون اللي مسؤول على هادشي؟ وزاره الصحه كاين وزارة الصحة هي المسؤولة أكيد أن وزارة الصحة هي خصها تكون لها مراقبة صارمة. ثانيا واحد الظاهرة التي يعاني منها المغرب في بزاف ديال المجالات أنا كصيدلي كنقول لك واحد الظاهرة اللي حنا كصيادلة كنعانيو منها أكثر هي دخول المواد المهربة. إذن دابا كاين بعض الأدوية اللي كتدخل مهربة كاين بعض المناطق اللي كيستعملوا أدوية مهربة ونبقاو في الموضوع يعني كاين مواد لا هضرنا على الأدوية غادي نهضروا على المواد الكيميائية فهاد مثلا نعطيك مثال فورمول كيخص يكون التركيز ديالو اللي مسبوح به عالميا راه كيوصل حتى 0.2% في بعض الحالات كنلقى في التركيبات انا تركيبه شخصيا خديتها ديال الكيراتين لقيت فيها 20% ديال التركيز ديال الفورمول الاختصاصي يعني هذا غيحنط الشعر غادي يحنط باش 3 شهور من بعد السيده غتقرا علاش حيت السيده دابا السيده اللي كتجي ولا كليونت اللي كتجي اللي كتجي باش دير هاد الترطيبه غير ملي كيطيح ليها 20% ديال الفورمول الشعر ديالها الزغبه كتغلف وكطيح كيبان واحد ليساج فرمشه عين. اذا اش كتقول السيده كتقول هذا راه هاد يعني المفعول جميل جدا حليو. ولكن اش كيوقع الفورمول هاد الكونسنتراسيون كتمشي عبر المسام لانه كتدخل للدوره الدمويه كتمشي للدماغ كتقتل لي نيرون يعني كتقتل الخلايا العصبيه كتمشي للكبد كذلك كيوقع التعفن ديال الكبد وفي بعض الحالات كيوصل لنا التشمع ديال الكبد كتهبط لنا فين كتهبط للكلاوي. دابا المشكل تما ان هاد الفورمول ملي كيهبط لينا للكلاوي كتكون صعيب اننا نتخلصوا منه. لهضرنا على الفورمول غنهضروا على مواد اخرى اللي ذكرنا البارح ان فعلا منظمه الصحه العالميه لاكسينيك الكادميوم لوطالي اللي هو كيتستعمل مثلا في المواد لازاله الشعر فهاد لوطالي كذلك من المواد السامه والرصاص اللي كيكون مخفي في هاد المواد هادي ديال الجميل والعنايه بشكل عام. واخا اليوم اذا شنو كتقولوا للناس ولا للسيدات ولا للشابات ما يديروش لا كيراتين ما يديروش الترطيبه ما يديروش لو ليساج اماكن مرخصه فوالا خصنا الناس اللي كتكون تبارك الله بحال الخبيره ديالنا بحال الناس اللي قاريين وعارفين المجال يعني الناس اللي بغينا نستعملوا المواد الكيميائيه حيت اي استعمال يعني في عالميا اي استعمال لماده كيميائيه على واحد الشخص كتكون واحد الدراسه وكيكون واحد كما كنقولوا حنا واحد لا فورماسيون علميه موثقه ومرخصه. سميه الحريشي شنو الناس ما يديروش السيدات ما يحبسوا هذا الشيء؟ لا حنا بحال هكا شخصيا في المعهد ديالنا كلينيك دي شو تنخدموا الا بمواد بيولوجيه يعني اللابوغاتوار ديالنا خدام غير معنا وحنا جميع المواد ديالنا مقيدين في وزاره الصحه ونقول لك بان وزاره الصحه ولاو كيتنبهوا بزاف لان حنا فوالا شجلنا المواد ديالنا كامله وزعما طلبوا لنا وثائق كيفيه المواد اللي فيهم والانتي بوازون اكسيتيرا يعني واش الكيغاتين السيدات ديرها ولا لا؟ الوغ حنا شخصيا عندنا ان ليساج بيولوجي 100%. نعم ولكن في المحلات الاخرى في المحلات خصنا بحال دابا الكوافير ولا ليستيسيان يقولوا بان واش فيهم الفورمول ولا ما فيهمش الفورمول يعني لان انا شحال من واحد تيجي عندي تيقول لي ما عرفتش شنو داروا لي فوق راسي فهمتي تيخصنا لازم عليهم يعلموا ويقولوا راه فيه الفورمول الا الواحد استحمل المسؤوليه ديالو يقول له واخا ولهني ماشي يخليوه بلا ما بلا استشاره بلا استشاره. غادي ناخذوا اسئله مستمعاتنا غادي نقترح عليكم نسمعوهم سجلوهم عندكم بعد نرجعوا نجاوبوهم. غادي ناخذوا اول شيء معنا سعيده من تطوان صباح النور عيله اهلا بك يا العيله
الحمد لله. شوف انا اللي غنطلب منكم احنا طبعا لاباس علينا وبخير نمشيو نيشان الاسئله ديالكم باش نربحوا الوقت. الله يجازيكم بخير. مرحبا سعيده، شنو سؤالك؟ انا عندي جوج اسئله. الله يخليك دكتور عماد. عندي تساقط شعر بزاف وكيطيح لي بزاف من القدام، يعني من القدام ما بقاش عندي شعر بزاف. شحال هذه الوقت باش بدا تساقط الشعر؟ تقريبا عام. وبقى بنفس الوتيره؟ وشعرك ملي كيطيح واش تتمشطي ولا كتلقاي شعرك في الدار كتلقايه في المخده؟ لا ملي كنشط كيطيح لي بزاف. شحال تقريبا تكوني كطيح لك من الزغبه تقريبا؟ عطيني واحد الفكره. كمشه ديال الشعر كتبقى في يديك؟ وشعرك الاخفاف من القدام؟ أخفر. واخا هادي عام، شنو اللي طرا اللي خلاها التساقط؟ عندك فكره؟ لا ما عنديش فكره. شي صدمه، شي فقصه كيف قالت قبيله لا سميه؟ درتي شي حاجه لشعرك، شي حاجه في التغذيه ديالك؟ لا ما كان شعري ما كنديرلوش شي حاجه زعما غير الحنه ولا شحال كدير ديال الحنه؟ الحنه بغيت نعرف الحنه شحال القيمه وكيفاش كتستعملي الحنه اختي؟ الحنايا كندير جوج معاك تقريبا. كبار ولا صغار؟ كبار. كبار مطحونة ياك؟ مطحونة. ومعايش كتخلطي اختي؟ مع الورد مع ماما كتخلطي ليا. مع الماء والورد ياك؟ ايه. واخ واخا غادي نفيدك ان شاء الله. خليك معنا في الاستماع سعيدة واخا؟ شكرا. يلا خليك معنا. شحال في عمرك سعيدة بلاتي سمح لي؟ شحال؟ 23 عام. 23 عام وهذه قلتي سنة باش بدا. واخا عندكم شي سؤال سعيدة ولا ندوزو لحالة أخرى؟ نشوف نسولها واش دارت تحليلات باش واش تعرف واش عندها فقر الدم. نعم. واش سعيدة درتي تحليلات وعرفتي واش عندك فقر الدم، نقصان ديال الحديد في الدم؟ لا ما عمرني درت تحليلات. انا في النصيحه ديالي اول حاجه خصك تبدا بها هي دير تحليلات، لان فقر الدم كيعطي بزاف ديال التساقط ديال الشعر وانت باقا صغيره باش يخوى لك الشعر من القدام. سؤال اخر، الام ديالك عندها عند شعرها طاح؟ تايه تيطيح لها الشعر بزاف. لا واش خوى من القدام عندها صلع؟ لا ما عندهاش. اوكي واخا خليك معنا، حنا غنرجعوا للحاله ديالك. ناخذوا امينه. اهلا بك من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. امينه مرحبا بك على راديو اصوات، شنو سؤالك؟ مرحبا دكتور عماد الخيره ديالنا. مرحبا فيك. باختصار نقول لك انا الحاله ديالي، انا شعري كان كيطيح بزاف ياك ملي كنت كنقرا في الباك، خوى ليا بزاف من القدام ومشيت عند الطبيبه ودرت تحاليل داكشي كان عندي كلشي مزيان. قالت لي واقيلا غير مع التوتر والامتحانات وداكشي طاح لك. ايه. بقى واحد عامين صافي نجحت وخديت الباك ديالي وسجلت في الجامعه. بقى كيطيح بنفس الوتيره ولكن بعد ديك عامين تزوج، فهمتي؟ ايه. والحمد لله دابا انا حالنا قريب ان شاء الله نولد. مبروك، الله يفكك على خير. الله يبارك فيك لينا ولدنا ان شاء الله. ما بقاش كيطيح بزاف ديك الوتيره حيت كان كيطيح ليا من الدم. والحمد لله ما عندي لا فقر الدم لا حتى شي حاجه، ولكن هذاك العامين درت فيها بزاف الحوايج اللي سمعتيها كديري هذا. خلط جلط ياك. وانا نتقاسموا معك شي وصفات درتيهم شي حاجه غريبه درتيهم. قري قري امينه امينه غندير لك كرسي الاعتراف اليوم. شنو 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 جربتي في راسك؟ العشاء صراحة كندير اش كيقول لك ديري الماء ديال البصله، ديري الماء البصله وديري الثومه مع الحنه، ديري هذه مع القبضه العودنه هذه كلشي درته. اللي جربتي اللي جربتي كله كان طبيعي ولا كانوا بعض المكونات كيميائيه؟ لا اغلبيه كان طبيعي، ولكن واحد المره درت ترطيبه حقاش كان شعري شويه ناشف ولكن بقى كيطيح كيطيح تخفف بزاف. درتي الترطيبه شحال الوقت بدا كيطيح لك شعرك من بعد منها؟ ما يبقى كيطيح. لا زعما شحال الوقت؟ دير بحال هكاك ملي كتشرب في مسطي والزبده كيطيح كيمشي. انا شعري طويل كتبان لك الزغبه مهوده ومني كتزبديها كيبان لك داك الزبر ديالها الفوق، فهمتي؟ الحمد لله دابا مابقاش كيطيح ليا. دابا درتي عقلك. لا دابا حكمت دكتور عماد ملي وليت كنسمع الراديو. نعم. كان كيقول لهم بالحنه وهكا وهكا، الحمد لله دابا حبست كلشي. دابا تقريبا زي العام ما بقاش كندير حتى شي حاجه. ودابا دابا وانت حبله ما درتي بعدا حتى شي حاجه لشعرك ياك؟
اه لا دابا حاليا ما درتش شي حاجه تقريبا راه 3 عام. حيت راه اي حاجه كديرها المراه وهي حبله كدوز للجنين ديالها ياك هاد النقطه نسطروا عليها. حنا بحال دابا ما تنعطيوش الزيوت الاساسيه انت تكون المراه حامله. لانه كلشي كيدوز. كلشي كيدوز كما قال الدكتور عماد. اه خليك معنا امينه غادي ان شاء الله نجاوبوك ويجاوبوك الخبراء غادي ناخذوا سؤال اخر واسئله اخرى دائما على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. بغينا نفهموا بغينا نسمعوا من عندكم شنو وتيره ولا شنو الطريقه باش كيطيح الشعر ديالكم. واش درتوا شي حاجه؟ واش اليوم تنتم بانت لكم شنو ممكن يكون السبب؟ علاش؟ لانه واخا نعطيوكم وصفات ولا حلول الانسان الا ما غيرش من الجدر هذيك العاده اللي هي السبب راه ما عمره غادي يوصل للنتيجه. غادي نتفقوا عليها ياك. غادي ناخذوا وجدان معنا من طنجه. اهلا بك وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيه للناس ديال طنجه عروس البوغاز. شكرا مرباش عليك. عيلة عندي واحد السؤال. العيلة قول لي العيلة. عندي سؤال. عندي مشكل في الشعر عندي دهني بزاف. وكيطيح لي بزاف ملي كنجي كنمشط من التحت ديالو كنبقى نشبر من التحت وبحال كنجبد داك الشعر كامل. واخا شعرك كيخرج لي من الجدر هايداك بهذا ديالو. شعرك كان دهني ولا عاد ولا دهني؟ لا دائما انا شعري دهني. وشنو درتي لشعرك؟ ما نورمالمون ما كنستعمل حتى شي حاجه كيماويه ولا في مواد طبيعيه عادي. مثلا انت في لي شامبوان ولي ماسك وداك الشيء ما عمرك درتي شي حاجه؟ لا لي ماسك ما كنعملهمش. واخا انا عندي زغبه رطبه زعما ما عنديش اشكال غير ديك الشعر عندي قليل. واخا شحال في عمرك؟ شحال في عمرك وجدان؟ 29. سميه الحريشي بغات تسولك الخبيره في علاج الشعر. بغيت نسولك تتغسل شعرك شحال من مره في الاسبوع؟ نورمالمون كيخصني كل 3 ايام خاصني نغسل الشعر حيت كيتزيد لي بزاف. لان خصك تعرف بان كل ما الا كان الشعر دهني الجلده ديال الشعر دهني دهنيه الا كثرتي من الغسيل كيزيد الدهنيه تيكثروا. حيت علاش كنغسل سمح لي حيت الشعر كيرجع بحال خويتي عليه الزيت. تمام. دابا شنو خصك؟ ما غاديش نقول لك تبقى تصبر 5 ايام لان تكثر الدهنيات ما مزياناش. خصك مواد اللي غادي يحيدوا ينقصوا لك من الدهنيات باش بدا تغسل يومين جوج مرات في الاسبوع. جوج مرات في الاسبوع ماشي اكثر. ماشي اكثر وليني خصها تنقص من الدهنيات. خصك المواد اللي غادي ينقصوا لك من الدهنيات باش تغسل جوج مرات في الاسبوع. واخا خليك معنا وجدان لان الحاله ديالك مهمه وشائعه هي وغادي نشوفوا شنو هي اهم نصائح للناس اللي عندهم الشعر الدهني باش كينقصوا من الدهنيات. ناخذ وفاء معنا من خريبكه وناخذ اسماء من الدار البيضاء. اهلا بك وفاء. السلام عليكم. اهلا بك مرحبا وعليكم السلام وفاء. ربي يخليك. عافاك اختي بغيت نسولك. انا شعري كيطيح انا شويه مقدم وعندي فراغات شعري كحل. ايه ما عمرني صبغت شعري ما عمرني درت كيراتين كندير غير الحنه داك الزاز العشب شي واحد من عند العشب كنديرو مع زيت البلديه ومع قليل القهوه. واخا وهذا الشيء اللي كتستعملي هاد الخلطات شكون اللي قال لك عليهم؟ قالها لك العشاب ولا سمعتيها في شي بلاصه؟ قالتها لي بنت خالتي الصراحه هي شات لي 10 درهم من عند العشوب من عند العشاب كدير هادي عام. نعم وهادي عام باش بدا شعرك كيطيح. عامين توفى الوالد ديالي بقى كيطيح شعري بزاف. اذا دزتي من واحد الصدمه عاطفيه يعني دزتي من واحد المرحله اللي النفسيه ديالك كانت ما مزياناش. صراحه كان كيطيح وليدي زاد بقى كيطيح اكثر. منين توفى الوالد الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم جميع الامه. وانتي دابا كي كتحسي براسك وفاء شويه؟ ايوا الحمد لله. بديتي كتخرجي من ديك المرحلة؟ شوية الحمد لله كتجي الفرق صعيب وليدني الحمد لله. قبيلة تكلمتوا على الجانب النفسية ديما كنهضروا عليها. سمية الحريشي تكلمتي على الصدمة أو بنادم اللي كتجيه الفقصة كيف كنقولوها بالدارجة ديالنا. كتكون سبب يعني 3 شهور من بعد كتبان في الشعر. الفقصة كطيح غير الواحد إلا بقى مأثر داخليا نهار على نهار نهار على شي فقصه ولا شي حاجه مخدمه له دماغه بزاف ولا ماثر بشي حاجه. نعم. تيكون تساقط ملي تيكون ان شوك يعني صدمه بحال السيده فقدت الوالد. بحال السيده فقدت الوالد هذيك من بعد تيطيح الشعر بزاف. خصها اذا تعاني نفسانيا يعني تكلف براسها نفسانيا ومن الاحسن دير التحاليل باش تشوف كما قلنا فقر الدم وتشوف لا تيغويد. ايه الغده الدرقيه. الغده الدرقيه وهو غادي الاستاذ غادي غادي يكون متفق معايا تنتبه للتغذيه ديالها. والناس اللي عندهم الدهنيات بزاف ما خصهمش ياكلوا السكر بزاف
يعني السكر ما تنهضرش انا على الحلاوه ديال التمر ولا العسل، هذوك بالعكس فيهم مفيدين بزاف للجسم والشعر، تنهضر على السكر السكريات فوالا والدهنيات. غادي نرجعوا نزيدوا ندقوا معكم في هذه النقطه هذه واهميه التغذيه. وفاء خليك معنا في الاستماع، ناخذوا اسماء وناخذوا سعيده باش نرجعوا طبعا ونجاوبوا على كل النصائح الاسئله ديالكم. اهلا بك اسماء من الدار البيضاء، مرحبا بك في حديث مغزل. الله يبارك فيك، انا اول مشاركه مرحبا معكم كنسمع ليكم، واول مشاركه في الراديو اون جينيرال. مرحبا ونهار كبير. مرحبا الوغ هذا الموضوع هذا انا كيقصني باسكو انا يلاه مؤخرا باش ولدت هذه دابا 7 شهور. نيه مبروك زياده. الله يبارك فيك. وشعري كيطيح ليا بزاف بواحد الطريقه خياليه، لان كنتخلع اللي كيشوفو كيتخلع، مي انا عشان ملي كتشوفيني شعري ديال نورمال ما خاوي ما حتى شي حاجه، مي غير هو الطريقه باش كيطيح كثيره بزاف. دونك من درت هضرت مع الجينيكولوج ديالو وقالت لي زعما درنا التحاليل وكل شيء ما كاين عندي حتى شي نقص شي حاجه الحمد لله. إيه ما عرفتش مناش هاد الطيحه ديال هاد الشعر، وما عرفتش شنو خصني زعما ندير له. انا ما كندير شعري حتى حاجه، انا من اللي ما كيدير الهوال ولا حنه ولا برودوي شيميك ولا حتى شي حاجه. عزيز عليك، يعني تو سكي ناتوريل كدير داكشي عادي كوا، ما كدير حتى شي، ما كندير والو صوف الشامبون ديالي وصافي. هاد مشيت لاكادير وكانوا كيبيعوا هما واحد الحبوب كيحطوها كيقول لك هذه ديال سبعه ديال الزيوت، منهم هذا اللوز الخواع الريك الكتان الريك الكوكو ومعقدش الدراري على خويا شتو هما مخلطين. خديت هذيك عصرت هذيك التخليطه وخديت هذيك القريعه باقي ما يلاه درتها مره واحده، ما عرفتش واش مزيانه ولا لا. نسول الاستاذ واش هادشي مازال كترضعي اسماء؟ كترضعي مازال كنرضع واخا. سؤال مهم، من بعد الحمل ومن بعد الولده اشنو كيطرى للمراه اللي ممكن تفقد شعرها وكتقول لك دارت تحاليل كاملين ما كاين حتى شي مشكل صحي الحمد لله؟ هذه حاجه طبيعيه، يعني ما خصهاش تخلع، لان واخا هذه 7 شهور وشعرها كيطيح 7 شهور، ولكن خصها دابا تداويه، لان من بعد الحمل اكثريه كترضع. ما طاحش ليا في الاول، طاح ليا حتى لابخي 3 مواد. اكزاكتومون داكشي اللي قلنا، 3 شهور من بعد غادي يبدا التساقط ديال الشعر، ومن الاكثريه انت تترضع، يعني داك خلاصين وي فوالا. ومن بعد الولده كطيح لورمون كيف ما قال الدكتور. دونك خصك، حنا شخصيا في المعهد عندنا تنخدموا بالات اللي كيوقفوا التساقط ديال الشعر، سي اوز انفراروج، تادير كنمشيو للبصيلات كنصيفطوا لهم داك الاشعه باش يغلاضوا كيشدوا مصحتهم، فهمتي؟ وتيقلل التساقط مع المواد البيولوجيه اللي كنعطيوها. شنو النصائح الاخرى اللي تفيدوا بها كل سيده كتسمعنا بحال اسماء ولدات كترضع والشعر كيطيح لها؟ يعني هنايا هذه حاله طبيعيه، حاله طبيعيه، وهنا الهرمونات، هنا السبب الهرمونات، الهرمونات، ولكن خصها تعالجوا، ولكن خصها تعالج. شنو الامور الاخرى اللي خصها دير؟ اكيد تفضل انا التغذيه عماد. اكيد غنهضروا على التغذيه، نهضروا على الاملاح المعدنيه، نهضروا على الماء كذلك اللي خصو يتشرب بزاف. ومساله اخرى هي سولتنا على السؤال ديال الزيوت اللي مخلطه عشوائيا، فهنا دائما اعارض هذه المساله هذه، لان ما كنعرفوش المصدر، ما كنعرفوش فين، ما كنعرفوش التركيبه ديال هذه من جهه، غير واحد المساله بين قوسين على مساله الزيت والشعر، الزيت والشعر. لا نبقى وانا غنرجع معك سيل تو بلي عماد. اذا هنا ما تستعملش الزيوت، هذه ما تستعملهاش نهائيا، وهي كترضع الحامل واللي كترضع لا ما تغامرش بعض الزيوت. والماء اكثر من الماء، التغذيه علاش خاصها تاكد المواد الطبيعيه؟ تاكد على الخضر، الالياف، خصها الالياف، خصها الزنك، وخصها الحديد، وخصها الفيتامين دي. فهذا الشيء كامل كنلقاوه في التركيبه ديال الخضر الفواكه. كما قالت الخبيره اننا تحاول تنقص من الدهون بزاف، من السكريات، من المواد اللي كتكون فيها الملوحه بزاف. نعم. وكذلك المعلبات، لان كيكون فيها الميركيوخ وكيكون فيها كل ما هو كونسيرف. اكيد ملي كنقولوا المعلبات نمشيو من الذره، من الفطر، اي حاجه مسدوده، العصائر، لكل شيء فوالا اللي كتكون كونسيرفي، لان علاش كتكون فيها هذه المواد هذه، وهذه المواد بالنسبه للحامل والمرضع غير منصوح بها. تكلمنا على
على الحنه سمعنا بزاف السيدات داروا الحنه وداك اللي طاح لهم شعرهم، شنو العلاقه الحنه من زمان يعني كيستعملوها جداتنا وما كان كيوقع حتى مشكل، شنو اللي تغير؟ اكيد اختي سناء دائما كنركزوا على المقدار وكنركزوا على القيمه. هنا كذلك الحنه مطحونه، هنا جوج مع الكبار هي 30 غرام ديال ماده اللوصون، لوصون يعني اللوصوني او اللوصونيوم سيصا هي الماده اللي كتكون في الحنه. هاد التركيب حنا الا قلت لك اننا الحنه كيخصنا هاد الماده ديال اللوصونيا نستعملوا فيها 0.2 غرام في المره، في المره. وملي كنقولوا في المره، مره في الاسبوع، مره في جوج المرات، جوج المرات في الاسبوع، ولكن هنا ما كنستافدوش. فالحنه الا بغينا نستافدوا منها دائما كناكد خصنا 10 د الوريقات ديال الحنه. علاش انت كتفضل الوراق وماشي الحنه مطحونه؟ لان ملي كنطحنوا الحنه كاين مواد اخرى اللي كتطحن معها واللي كتمشي المواد السامه اللي كتكون عندنا في الورقه ديال الحنه. فملي كنخليو الورقه هذاك الغلاف اللي كيغلف لينا الورقه كيحافظ لينا على المكونات ديال الحنه وكيخرج لينا فقط هاد الماده ديال اللوصين اللي هضرنا عليها. اذا الحنه اليوم اي سيده كتستعملها شعرها كيطيح شنو دير بعدا؟ توقفها؟ توقفها نهائيا يعني، وتستعمل كما بغات تستعمل الحنه، تستعمل 10 ديال الوريقات فقط غادي تستفد منهم اكثر. سمعنا امينه اللي قالت لينا كانت كدير الماء ديال البصله الثومه مع الحنه وديما كتاكد على انه هذا الشيء كيكون عنده واحد المفعول بحال المقاطع. اكيد لان الكبريت سي مركبات كبريتيه لا في البصل ماء البصله ولا في الثومه، وخاصه ملي كتحط مباشره على الجلده ديال الشعر. وهادي شنو كدير؟ كتحرق البصيلات الشعر؟ كتحرق البصيلات وكتعطينا التهاب على المستوى ديال الفروه. اذا الشعر ما كيبقاش يكبر. اكيد وتقدر تتطور في الصدفيه، لان هنا كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا. غادي نهضروا معكم على الصدفيه، ولكن قبل نرجع للنقطه ديال الشعر الدهني. لا سميه قالت ما نديروش الزيوت، شنو الطبيعه كتعطي اليوم كحل للناس اللي عندهم شعر دهني؟ فالزيوت اولا من نهضروا على الزيوت كيخص تكون زيوت طبيعيه سريعه الامتصاص. هذه يمكن نستعملوها لجميع انواع ديال الشعر، ولكن ما خصناش نفوتوا فيهم واحد المده. اذا هنا ملي كنعطيو واحد الماسك ما تفوتش الساعه خصو يتغسل باش يتحيد باش نستافدوا من المنافع. الا خلينا اكثر من هذا القياس ولا بتنا بها ولا بقات عندنا في الشعر ديالنا كيمكن تاثر عليه، لان مؤخرا ولات زيوت كتسمى سينتيتيك مصنعه وكتزاد فيها دي بارفان يعني روائح باش كتعطينا رائحه الماده، وهنا كتولي كضر لنا بالشعر ديالنا. خلاصه الموضوع لانه بقات لنا دقيقه نقطه على الزيوت سميه الحريشي، تناكد بان كنهضروا على زيوت فيجيتال طبيعيه يعني هما اللي ما خصهمش يمشيو فوق الشعر الدهني. اما الزيوت الاساسيه، حنا عندنا زيوت اساسيه خصوصا الجلده ديال الشعر الدهنيه، داكشي تناكد زيوت اساسيه. ولكن الزيوت الاساسيه ولا لي زويل زيسونسيال كيكونوا مركزين كيقدروا يحرقوا لابو. لا كيديلو ياو كيتخلطوا يمكن. لا هادو مصنوعين في لابوغاتوار مختبر، ماشي حنا اللي كنديروا مختبر في الدار. واش اليوم الناس اللي تبعونا وشفنا اسباب مختلفه واعراض مختلفه، واش تساقط الشعر عنده الحل؟ معلوم عنده الحل. التكنولوجيات الحديثه اليوم شنو كتبين؟ شنو علاش كترتكز؟ اول حاجه حنا خصنا نعرفوا اول منين جاي التساقط ديال الشعر. داكشي علاش حنا ملي كنديروا تشخيص، ملي كنديروا دياغنوستيك يعني تحليل ديال الشعر، عندنا 4 ساعات غير ديال الاسئله، يعني الحاله الصحيه، الحاله واش الناس سيخطوا شي دواء، واش المراه ولدات، يعني ولا بدا نعرفوا شنو هو السبب الاول ديال تساقط الشعر، ومن بعد على حسب كل واحد تنعطيو الحل اللي مختص بالمشكل ديالو. نعم. كاين تساقط مع الدهنيات، كاين تساقط مع القشره، كاين تساقط مع الشعر الجاف. بحال الا كانت واحد تنصحوا يمشي يدير تحليلات باش يشوف واش، ومن بعد يشوف الطبيب ديالو الى اخره. يعني كاين ديما سبب، وهذاك السبب اللي تنلقاو وعلى حسب السبب كنعطيو حنا الحلول. كنشكركم كثير، حنا الان غادي نوصلوا لسحب القرآن.